بالنسبة حق اللي نسمع عنه القولون العصبي، طبعا في 4 أشياء لازم الواحد ينتبه لها. القلق ممكن يسبب القولون العصبي، قلة النوم والسهر، 3 قلة الحركة والرياضة، 4 سواء الأكل اللي فيه مثلا ألياف كثيرة، اللي فيه حبوب، اللي فيه كثرة الدهون، هذه كلها ممكن تسبب أعراض القولون العصبي. أيضا أضف إلى ذلك بعض الكافيين بشدة أو الحلويات والأشياء هذه. علامات معينة لازم الواحد يلاحظها ويروح حق الطبيب بأسرع وقت ممكن، وما يقول هذا قولون عصبي. نقص في الوزن، ألم شديد، أنيميا، دم شديد مع الخروج أو تغير لون الخروج إلى الأسود، وعامل وراثي أنه يكون في عنده أمراض بالقولون، يجب أن يذهب إلى دكتور الجهاز الهضمي للاطمئنان. وألف سلامة.